وأجمل ساعة، أجمل ساعة لو حرصت عليها ووفقك الله لها، والله لا تجد في حياتك العجب المجال، هي أن تقوم قبل الفجر ربع ساعة نصف ساعة في وقت ينام فيه الناس، فتقوم وتقول: يا مولاي، غارت النجوم ونامت العيون، ونزلت يا حي يا قيوم، ففزعت إليك حاجتي كذا وكذا وكذا، تناجيه. قيام الليل شرف المؤمن، لماذا؟ لأن العبادة التي لا رياء فيها، لا أحد يراك إلا الله عز وجل. إذا قمت في الفجر ثم قلت لا إله إلا الله وأنت على فراشك، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لك وعد